بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر السيد المستشار على طرح هذا السؤال والذي يعكس واحد الانشغال على المستوى الوطني. الإذاعات الخاصة في المغرب حاليا عندنا 18 إذاعة خاصة بالإضافة إلى 16 إذاعة عمومية، وعلى مرحلتين تم الترخيص لهذه الإذاعات. الجديد بالنسبة إلينا على المستوى الحكومي هو أولا احترام اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لأنها هي المخولة بمراقبة احترام هذه الإذاعات الخاصة لدفاتر تحملاتها. ودفاتر التحملات تعد باتفاق ثنائي بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و الإذاعات. ما نحن بصدده حاليا وهو أن البرلمان يولي عنده دور في إطار التعديل ديال قانون الاتصال السمعي البصري، لأنه فعلا كاين إشكال مرتبط بما تفضلتم بالإشارة إليه من مضامين تخالف أحكام الدستور وتخالف أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بالقاصرين، خاصة ما يتعلق بالذوق العام، خاصة ما يتعلق بالقيم الوطنية. هذا لا يعني أن هنالك مجهود يبذل على المستوى الإذاعات الخاصة. حاليا دار نظام ديال القياس على المستوى الإذاعي، وبدا كيحصل الترتيب، والمغاربة ولاو كيعاقبوا هذه الإذاعات اللي هي غير جيدة، أما اللي جيدة فوضعها في مراتب عالية، وهذا التطور مهم. وفرض على الإذاعات تغيير شبكة البرامج ديالها بس منسجم مع تطلعات المغاربة. الإجراء الثاني اللي درناه أيضا وكان عنده أثر مهم هو توقيع اتفاقية لدعمها على مستوى خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، بحيث الوزارة حاليا كتمول المقتنيات الشراكات ديال الإذاعات الخاصة مع وكالة المغرب العربي للأنباء من أجل تقديم خدمة عمومية إخبارية لعموم المغاربة، وهذا شيء مهم. العنصر الثالث اللي احنا اشتغلنا فيه هو موضوع اتفاق شراكة مع الجمعية الإذاعات المستقلة، هو السياسة ديال التكوين وتكوين الموارد البشرية العاملة على مستوى الإذاعات. إذا هذه أربع محاور: مراجعة القانون، تشجيع نظام القياس والشفافية، تطوير ديال التكوين، وتوسيع الدعم الشراك في الخدمات ديال وكالة المغرب العربي للأنباء. هذا ما كيعنيش بأن التحديات تبقى مستمرة، وهذا الشيء كيظهر في بعض الاختلالات. حنا انا ما نتمناش تكون صدرت عقوبات من قبل الله هكا في حق الاذاعات، ولكن كون كاين اختلالات و2013 ما صدرت حتى شي عقوبه في حق اذاعات تهم عمليه قطع البث او اي شيء. يمكن هذا تعتبر مسيء لحريه الصحافه، ولكن كون ان كاين اختلالات وكنلقاو بان الهيئه ما طلعش بالدور ديالها ازاء الاذاعات، هذا كيقتضي ان البرلمان يتحمل المسؤوليه ديالو الى جانب الحكومه. والسلام عليكم. اولا عندما قلت البرلمان والحكومه، احنا كحكومه السيد رئيس الحكومه قرر يوجه رساله الله هكا على بخصوص برامج الجريمه من اجل ان تفتحص، كذلك البرلمان من حقه يوجه رساله. هذا الشيء اللي قلتيه موثق يمشي عبر رئيس مجلس المستشارين الله هكا باش تطالع بالدور ديالها. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني، ما كاينش ازدواجيه. احنا بالنسبه الينا انتظرنا حتى جا قرار حكم ديال المجلس الدستوري، المحكمه الدستوريه، واللي قالت كاينه اشكاليه ديال حق الرد. انذاك تصرفنا وفق ما يمليه القانون، لان الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه وزاره الاتصال ممثله في مجلسها الاداري. اما هذه الاذاعات الخاصه احنا ما عندناش بها علاقه قانونيه اطلاقا. العلاقه كاينه بين الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري وهي حتى دفاتر التحملات نطلع عليها كما تطلع عليها انت، بمعنى كنشوفوها في لوسيت انترنت ديال الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري او عن طريق الاعلام. هذا كيعني ان نوعاو طبيعه الاطار الدستوري اللي احنا كنشتغلوا فيه، واللي عاطي لكل هيئه الاختصاصات ديالها. وفي نفس الوقت فجاء حكم ديال الهيئه، قرار ديال الهيئه، مشينا للقضاء. كنشتغلوا في الاطار المؤسساتي فيما يتعلق بمجلس المستشارين. اما فيما يخصنا نحن اذا الاذاعات الخاصه، وهنا انا صعيب نديروا احكام عامه، لان كاينه اذاعات خاصه كتقدم منتوج ايجابي وجيد وتربوي، وكيطالع بادوار هامه على مستوى التنميه الناشئه وتنميه الحس الوطني ومواجهه الاستهداف الاجنبي والاختراق الخارجي. وكاين اذاعات خاصه عندها اشكاليات اللي تفضلتي بها. حنا هذا الشيء خصو يتعالج في اي اطار؟ في اطار القانون. القانون كيقول لي مخول بشكل حصري انه يراقب هذا الشيء هو الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. حنا من جهتنا ان طلبنا افتحاص لهذا الشيء عن طريق رئاسة الحكومة يوجه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. يمكن لكم انتم كبرلمان تطالبوا بهذه القضية. ثانيا، في الإطار الدستوري الجديد الهيئة الحكمة تولي ملزمة أنها تجيب تقرير ديالها أمام البرلمان للمناقشة ديالو.